سبحانك اللهم يا إلهي، ترى مقري ومحبسي وابتلائي، فوعزتك قد عجز القلم عن ذكرها والبيان عن بيانها وشرحها. لم أدري يا إلهي بأي جهة تركتني بين أعادي نفسك، فوعزتك لا أجزع عن الشدائد في حبك، ولا أضطرب عن البلايا في سبيلك، بل حزني في تأخيرك فيما قضيته في ألواح أمرك وصحائف قضائك وتقديرك، وإن ندمي يخاطبني في كل الأحيان ويقول يا طلعة الرحمن، إلى متى حبستني في حصن الأكوان وسجن الإمكان، بعد الذي وعدتني بأن تحمر الأرض مني وتصبغ وجوه أهل ملأ الفردوس من رشحاتي، وأنا أقول أن أصبر ثم اسكن، لأن ما تريد يظهر في ساعتين ويتم في ساعة أخرى، ولكن ما أنا عليه في سبيل الله لأشرب في كل حين كأس القضاء، ولا أريد أن ينقطع القضاء والبلاء في سبيل ربي العلي الأبهى، وإنك أريد ما أريد ولا تريد ما تريد، ما حسبتك لحفظي بل لقضاء بعد قضائي وبلائي بعد بلائي. قد انعدم حبيب يميز بين الشهد والسم في حب محبوبه، كن راضيا بما قضى الله لك، وإنه يحكم عليك ما يحب ويرضى، لا إله إلا هو العلي الأعلى.